إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيضا نكمل عملية التوه 17. عندنا هنا الآن تصفية، تغيير بواجي مع الأسلاك، تنظيف البوابة، حساس الهواء، وتنظيف إن شاء الله بلف التبخير. أول ما نبدأ فيها اللي هي تغيير البواجي، لأن هي الأصعب خصوصا رقم 8. في هذه الموديلات عندك حلين، يا تفتح البطانة الجانبية اليمنى جهة البنك 2 وتفتح معك بكل أريحية، أو أنك من تحت إذا عندك حفرة أو رافعة تفتح البواجي رقم 8 من تحت بمحاولات. هذه الموديلات نوعا ما الصعوبة فيه أقل، ولكن يبدأ في هو فيه صعوبة لكنه أقل من هذه الموديلات. هذه محشور رقم 8 في الزاوية. طبعا لاحظوا عندي هنا رقم 8 في الزاوية، بحاول أفكه من أسفل، لكن اللي شدني الموضوع وأنا جالس أبحث لقيت هذا عليه أشترطون، ما أدري هو متقطع أو أنه مجرد تيب عادي، بس لأنه اثنين عليه تيب واثنين بدون، بتأكد منه، لكن أتوقع أنه سبق تقطعت الأسلاك وتم تشبيكها، فعشان كذا لما فحصنا طلع عنده فيول تريم. فيول تريم هذا معناته أنه عنده صرفية البنزين. إيش سببها؟ ممكن تكون تصفية، ممكن تكون ضعف حساسة الشكمان. فحالياً بنقوم بالتصفية ونشوف إيش طلع معنا بعدها. فكينا رقم 8، أهو، وهذا رقم 8. راح الآن نغير بوجي مرة واحدة من أسفل، طبعا لاحظوا الكربون اللي فيها. راح نغير البواجي الآن حق 8 مرة واحدة من أسفل ونطلع فوق مرة واحدة. هذا القديم وهذا الآن الجديد. نفس الرقم لله. تم التركيب الآن رقم 8. طبعا تفك الأسلاك 8 ل 4 طبعا بهذا الشكل بزردية مع حركة اليمين يسار. هذا البواجي عندي رقم 8 6 4 2. وهذا عندي الآن باقي الثلاثة الأخرى، لأن 8 تم تركيبه. هذا رقم الباقي الآن رقم 2 4 6. طبعا هذا البواجي مع الشحم حقها مع الأسلاك. وهلا ننقل العوازل على البواجي الجديدة. هذا الآن الأسلاك الجديدة مع العوازل القديمة، وهذا البواجي أو الأسلاك القديمة. طبعا قبل نركب البواجي أو الأسلاك راح نحط شوية شحم على كل رأس من رؤوس البواجي عشان يعزل من تسريب الكهرباء، وبرضه يعزل من دخول الموية. تم تركيب السلك، تم تركيب الأسلاك الأربعة. اللي راح نتحول على البنك 1 من وجهة التسوق. تم فك الأسلاك والبواجي. هذا عندي البواجي القديمة وهذا الأسلاك القديمة جهة اليسار، وهذيك اللي سبق فكيناها جهة اليمين. هذا البواجي القديمة وهذا الآن البواجي الجديدة.
ركبنا البواجي وشحمنا البواجي او روس البواجي. راح نركب الان بعد ما غيرنا العوازل في السلك الجديده راح نركب الان. انتهينا الان من سلك البواجي والبواجي بشكل عام كامله. الحين راح بس راح نفك قربة الهواء هذه ونظف البوابه ونفك حساس الهواء ننظفه ونظف بلف التبخير. فكينا الهوز حق الهواء او قربة الهواء. فكينا القفيز اللي هنا. فكينا برضو اللي التبخير اللي هنا. فكينا برضو القفيز اللي هنا. طبعا عندنا حساس الهواء. لاحظوا الفيش حقه مكسور. الفيش مكسور. الطرف اللي هنا ما ادري كيف اللي نفك. لاحظوا الفيش السنة حقه موجودة السنترة او القفلة، لكنه اللي تضغط عليها هنا مكسورة. فلازم ندخل الان سكروب بسيط وصغير هنا عشان نحرر هذا القطعة الداخلية. هذا اللي عندي حساس داريماس. فكرنا فيش حق البوابة. هذا عندي هنا البوابة واضح من شكلها ما قدر اضغط. هذا البوابة من الداخل. قبل التنظيف. وهذا عندي ثلاجة قبل التنظيف. وهذا عندي هنا بلف التبخير. وهذا بلف التبخير. طبعا قبل التنظيف. مثلا بعد التنظيف بسم الله ما شاء الله. هذا عندي هنا حساس الإرماس بعد التنظيف بالبخاخ الالكترونيات. وهذا عندي بلف التبخير بالاسيديلكو بعدين بالبنزين. وهذا عندي البوابة بعد التنظيف. راح نطبق ان شاء الله التركيب. تم تركيب بلف التبخير مع الهوز. تم تركيب المسامير. فيشة البوابة حساس الإرماس مع الفيشة تثبيت المسامير. راح أركب له قربة الهواء نسوي له برمجة على الضبط. طبعا كنت ملاحظ فيه شيء غريب سبحان الله. فلاحظت الغريب هذا انه القطعة السنترة اللي هنا في هنا حديد سنترة سنتر فيها اللي هو قربة الهواء مشيوله. ايضا حتى عندي هنا تثبيت حق الحوزات المويه الحار. طبعا عندي هنا في حديد ماسك له تمسك فيه القاعده هذه تثبت فيه القاعده هذه. هنا في زي القاعده كيف تثبت فيها الحوزات. وهنا في حديده او صاج تثبت فيها في الموديل 15 البوابه اللي هنا او قربة الهواء. طبعا الماكينه قد فكت عشان التكايات، يعني احد الضحايا الماكينة هذه التكايات. بس القطع المستغرب انه بعض القطع تفك ما ترجع الله اعلم. يعني حتى التوصيلات الهوز اللي هنا ملخبطة. طبعا هو برضو قد احد الضحايا الراديتر المكيف وايضا احد ضحايا طنجرة الجير. على العموم هذا بس للتوضيح عشان يكون مقطع كامل لصاحب السيارة. تم تركيب الهوز. الهوز اللي هنا القفيز شده والقفيز اللي هنا. كده خلصنا من تنظيف البوابة وحساس الإرماس وبلف التبخير. الآن نروح على قائمة المختصرات ونسوي برمجة للبوابة.
اختار جيم. اوكي اختار له الخيار الاول اوتوماتيك البرمجه. اوكي نجي لكمبليت كذا. الان انتهت البرمجه حقت البوابه.